اليمين الى حمزة المثلوثي، مع الكرة حمزة المثلوثي يسبق ابراهيم عبد الخالق، حمزة مع الكرة من اليمين، حمزة يلف العرضية العالية، عرضية حمزة ورأسية اشرف، الزمالك يعلنها من تونس الى المغرب، الدوري في متعوبة يا على حدود المنطقة، طارق حامد، حمزة المثلوثي عالية والتاني زملكاوي، كرة من فتوح والمثلوثي يتقدم وبالمقاس يصنع هدف رائع. استلام من طارق حامد وكرة على الأرض، بن شرقي زيزو يسيبها لحمزة وكرة عرضية، مش ممكن جول. ادي المثلوثي يمشي، المثلوثي يتقدم، هيرفع باليمين ولا بالشمال، عمل 1 2 مع لاعب المصري يا ولد امام، يغير ناحيه اليمين الى يوسف اوباما، اتزحلق امام لكن اللعب يستمر، وعرضيه خطيره مش ممكن. عبد الغني يبدا من جديد، عبد الغني يمرر من جديد، هذه الكرة اللي موجودة وادي المحاولة من اقصى الطرف الايمن، عدى حمزة، عدى حمزة، راح حمزة، لعب العرضية حمزة، عمرو السيسي يمشي بيها عمرو من ناحية اليمين ويلعب واحدة بينية، حمزة المثلوثي يتقدم، خطر الكرة، يلف واحدة داخل منطقة الجزاء، شد لسامسون ياخدها، سامسون خطرة جدا، كلها المهارات كلها حريف بحريف، زيكو وزيزو، ترجع مره ثانيه حمزه المثلوث تتعب بشكل كويس، عجبني قوي حمزه المثلوث على وسط الملعب وبطن رجله في مساحه خطير، يا ساتر يا ساتر، برافو برافو، يا سلام عليك.
got a ready for a booty call. I fucked your bitch. Was it me or you changed? Baby, let me ride. محمد ابراهيم وسط الزحمه يلعبها تترد مره تانية محمد ابراهيم ولكن التاكلينج من مين؟ نجم الدفاع النهارده حمزه المثلوثي لصالح سيراميكا كليوباترا. حمزه المثلوثي ما يترقصش وتتقطع، وادي ثاني ما يترقصش، ثاني بيكمل واحنا بنقول سامعني ولا ايه الراجل ده. حمزه المثلوثي يلعبها لزيزو. هجمة مرتدة لنادي طلائع الجيش ممكن تفرق كتير، لما تفرقش. وعلى طول حمزة المثلوثي بفدائية وبرجولة كبيرة مع الكرة. عبد الله السعيد فتح له كويس محمد حمدي، يا سلام برؤية ممتازة، ولكن حمزة المثلوثي هو اللي ضغط وأمن كويس. برافو يا حمزة. حمزة المثلوثي بالقدم اليمنى، حمزة يعكسها حلوة. وترجع مرة ثانية ناحية اليمين المثلوثي، يلعبها طويلة حلوة جدا جدا في اليمين وخطيرة. عايز حد القدم اليمنى لصالح يلفها جميلة جدا جوه منطقة الجزاء، لكن يطير حمزة المثلوثي هو اللي طار لفوق ونجح في ابعادها. الجونة سعداوي يلعب كرة عالية ولكن حمزة المثلوثي
سيرج إيريك. إيريك عايز يلعب البينية ناحية شمال، يقرأ حمزة المسلوسي بشكل رائع، يبدأ الهجمة المرتدة. حمزة بسن الجزمة يلعب لأحمد سيد زيزو ويقطع مشوار، هجمة لصالح نادي الزمالك تتلعب للمسلوسي، ممكن عرضية لعمر السعيد. سنوات في كرة القدم المصرية، ونشوف الكرة بلمسة في اليمين، حمزة المثلوثي وعرضية مرة أخرى، استلام من زيزو، كعب للمثلوثي، عرضية وملفوفة حلوة. طارق حامد ناحية اليمين مكمل حمزة المثلوثي، هل يلعب الكرة العرضية؟ حلوة العرضية يا ولد. علاء للمثلوثي، حمزه يعدي يا ولد بالمهاره من حمزه المثلوثي، اتفتحت قدامه السكه، حمزه ابتدى يفكر. سبعين دقيقة، الزمالك ثلاثة، حرس الحدود واحد، وأدي انطلاقة أمامية محاولة عند محمود يوسف، ولكن حمزة المثلوث. الحكم الرابع الكابتن حسين الكريمي، دقيقتين وقت بدل ضايع. مثلوثي خلصها يلعبها، تريلا مش عارف يعمل ايه، وصلها ناحية اليمين عند أسامة إبراهيم، وهذه العرضية جوه ال 18 حمدي فاضي تماما وبيطلب الكرة، اتلعبت له بالفعل، لكن كان حمزة المثلوثي رد رجع وقفل وشالها بالراس. مثلوثي عادت من جديد، زملكاوية تتلعب لحمزة المثلوثي، يجري المثلوثي ويلفها جميلة جدا جوه المنطقة حمزة المثلوثي استلام في الجانب الأيمن، زيزو لحمزة يمشي ينطلق يلعبها عالية بن شرقي يردها.